هنتعرف على البادئات الخاصة بالأحجام والكميات size and amount prefixes. أول مصطلح معانا اسمه ماكرو. ماكرو يعني large، كبير، visible to naked eye، يرى بالعين المجردة. أي حاجة أقدر أشوفها بعيني هتبقى ماكرو. عكسها مايكرو، small، not visible to naked eye، لا يرى بالعين المجردة. ماكرو عكسها مايكرو. طيب هناخد أمثلة عليهم. أول مثال ماكرو فاج. ماكرو فاج، ماكرو لوحدها يعني لارج، أما فاج يعني إيت أو سوالو. ماكرو فاج هي نوع من أنواع خلايا كرات الدم البيضاء. ماكرو فاج type of white blood cells that engulf or swallow pathogens، اللي هي بتبلع المسببات الأمراض pathogens. طيب مثال تاني على مايكرو، مايكروسكوب. كلنا عارفين المايكروسكوب. هنقطع الكلمة، مايكرو لوحدها يعني small، سكوب يعني instrument to view. مايكروسكوب يعني instrument to view small objects، الآلة اللي احنا بنشوف بيها الأشياء الصغيرة. طيب مثال مصطلح تاني بادئة هايبر. هايبر يعني هاي، above normal، أعلى من الطبيعي. عكسها هايبو. هايبو يعني لو، بلو نورمال، أقل من الطبيعي. طيب ناخد أمثلة عليهم. هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا، نقطع الكلمة، هايبر لوحدها يعني هاي، جلايسيميا يعني شوجر، ايميا يعني كونديشن، يعني ارتفاع السكر في الدم. هاي شوجر ان بلاد. عكسها هايبو جلايسيميا يعني لو. هايبو لوحدها لو، جلايسيميا يعني شوجر، يعني low sugar in blood، sugar concentration، طبعا تركيز السكر في الدم قليل. good luck، شكرا قوي، بالتوفيق.